بلا هلا رح ننتقل لهيك نوع من تحدي نحن وياكي. تحدي اوكي. منه بالبايكس هو بالسيارات. سيارات. كل موفي له سيارة خاصة استعملت بقلبه. مزبوط. طيب عندنا هلا نحن نوع من تحدي نحن وياكي. ضروري. إذا بتشوفي على يمينك. بدي أتحديكم بالسيارات. ليه؟ إذا بتشوفي على يمينك في عندك أسامي لأفلام نحن عاطينك إياها. اوكي. وكل واحد منا في عنا صور لسيارات استعملت بواحد من الأفلام هيدي، هن بالتحديد 10 افلام انت أوكي. عندك اياهم اوكي اوكي أريد. رح بلش انا معك باول سياره هون اذا بدك مثل ما شفتيها هي الاودي الاودي الار 8 موديل 2008 فيك تقولي لي انت باي فيلم استعملت هالسياره جولد فينجر 007 دفنتلي نو نو بعد عندك تشانس واحد خلينا نجرب تنقول هيك سرعت شوي كلمتين هو الموفي موجود ما بعرف سري ليه ايه برافو كثير منيحة مني دوري يلا فرانسوا فاعملها هلا عندي ميني كوبر 2003 فيلم كثير مهضوم كان فيه بسرقة وما سرقة ايطاليان جوب برافو استعملوا ثلاث سيارات بالتحديد برافو برافو استون مارتن دي بي 5 007 والله برافو لا عليك يعني ثلاثة على ثلاثة قوية قوية السيارات كمان ها لازم نصعبها شوي صغيرة شوي ايه بلشوا صعبة لا جاي موديل ولا صعبة انا هادي قدام يلا خلينا ننتقل على دوتش تشارجر موديل 1970 يلا مش عشانك رايدر مثلي بس والله يلا فاميلا اعطينا اياها لا 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 راحت بعيد صرنا ثلاث اجوبة صحيحة اوكي وسؤال واحد طيب ما علي بحل شو كان الجواب فيه عارف؟ هو 8 أجزاء كان معه Fast and Furious برافو أوكي ربحت لا ما ربحت هلأ عندي باميلا ما بتصور هيدا هو وحدة آه هي وحدة هيدي هيربي هيربي فولي لودد I love هيربي VW Beetle 1963 يس 4-1 فورد ثاندربيرد 1966 1966 هيك كثير بحب هالسيارة ثاندربيرد ثيلمان لويس ثيلمان لويس برافو باميلا ثيلمان لويس من اجمل افلام ايه بس هيدي خبريني هيدي بالحظ او لا عارفه انت انه كانت كثير بحب الفيلم طيب وحده من السيارات اللي كثير حلوه 1981 ديلوريان دي ام سي 12 Back to the future. Ford. هذه ما يحتاج. Falcon. 1973. شو بعد عندك باقي أفلام فرجينا؟ بعد عندي اثنين. أوكي. وأنا بقول هاي. نايت رايدر. لا ماد ماكس. هيدي هي النايت رايدر. آخر إجابتين كانوا اثنيناتهم غلط.